وهنتكلم عن حاجة شائعة بتحصل الأيام دي كتير جدا، اللي هي شباب كتير بيتجهوا لأن هم ينفخوا عضلاتهم، إذا كان بسيليكون أو إذا كان ياخدوا ستيرويدز أو ياخدوا حاجات كتير جدا، حاجات غلط مش عارفين حقيقي السايد افكتس أو الآثار الجانبية بتاعتها. بس هنعرف إيه هي المخاطر بتاعة الحاجات دي كلها وإزاي نبني جسمنا بطريقة صح مع الكابتن هاني أبو شادي، استشاري اللياقة البدنية. إزاي حضرتك؟ إزيك عمرو، أخبارك؟ الأخبار كله تمام؟ مبروك على البروجرام ويا رب بالتوفيق ليكم ان شاء الله. كثير مبسوطين بوجودك معنا صراحه. ثانك يو فيري ماتش. ورح نحاول هيك من اول لحظه لتخلص السيجمنت ننزل اسئله فيك. يلا بينا. يعني صراحه أنا جاهز. بالبدايه بدي اسالك، هلا الشباب زي ما حكينا قبل شوي وزي ما صار مع في كمان شخص برازيلي كان عنده هوس بانه هو يكبر عضلاته، فالدير اسمه، فالدير سمثينج، وتوفى من كثر ما اخذ هرمونز ولعب ونفخ عضلاته. ايش في عندك هيك طريقه معينه للشباب تنصحهم فيها اذا حابين يبنوا عضلات، يبنوا عضلات بطريقه صح وسليمه؟ طيب بصي، في الاول خالص انا بحدد التارجت بتاع الراجل اللي قدامي او الست اللي قدامي، الهدف هو عايز ايه بالظبط او عايزه تعمل ايه بالظبط. بناء عليه انا ببتدي اشتغل. انا طبعا انا ضد موضوع الهرمونز ده تماما. لو في هرمونات بتتاخد لازم يبقى في اشراف يعني من الدكاتره مش من المدربين. يعني انا ما اقدرش ادي الادفايس دي ولا ادي لحد حاجه عشان انا ما اعرفش الهرمونز اللي موجوده عنده اوريدي قويه ضعيفة، الغدة نشطة، الغدة محتاج يعمل تحاليل يعني معينة وكشوفات عشان في الأول وفي الآخر أنا بشيل المسؤولية دي من عليا طبعا، يعني ما هياش مسؤوليتي. بس خلينا نقول إن إحنا عندنا زي أي مهنة في الدنيا، زي مهنة المذيع أو المذيعة لازم يبقى عنده 1 2 3 4 مثلا 5 حاجات أساسية، وبعد كده بنبتدي نبني عليها. طيب في الشغلانة بتاعتي أنا أو أي كيس جايالي، اولا لازم اعرف الهيستوري هو بيعمل التاريخ ايه، التاريخ بتاع الرياضي مش رياضي، في لا قدر الله ميديكال ايشيو، في مشكله صحيه او الكلام ده كله، عشان انا فاهم انا بتعامل ازاي. وبعدين ببتدي اخش على الجيم او على الرياضه اللي انا بـ 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 داخل عليها، بعمل اسسمنت، بعمل ايفالويشن، تقييم للكيس اللي قدامي عشان ابقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. وبعدين لما بنخش بقى بعد كده على التراك او المفروض ان احنا بنبتدي، الاربع حاجات المهمين اللي هم ما ينفعش نستغنى عنهم زيهم زي الدايره علشان تقفل، علشان ابقى انا وصلت للهدف اللي انا عايزه او وصلت للتارجت اللي انا عايزه. ايه بقى هم الاربع حاجات دي بالترتيب؟ اول حاجه اسمها الريكفري تايم، وقت الراحه. الريكفري تايم ده اللي هو من 6 ساعات ل 8 ساعات النوم وايام الراحه من التمرين، يوم او يومين في الاسبوع على حسب ما الكوتش يشوف وعلى حسب الفتنس ليفل او على حسب اللياقه البدنيه بتاعت البني ادم اللي قدامي. يبقى اول حاجه ان احنا لازم طبعا، في ناس كتير فاكره ان احنا كل ما يتمرن اكتر كل ما هناخد نتيجه اكتر، لكن العكس يتعور هيحصل له اصابه. فاحنا لازم بالزبط. لو بنتمرن مثلا اتمرن يعني انت هتقول لنا بعدين 3 ايام 4 ايام في الاسبوع 5 ايام على حسب كل شخص، بس لازم نريح عضلاتنا ونريح جسمنا وننام كويس عشان نقدر يوم او يومين نتيجة. على الاقل بالظبط. والست ساعات لثمان ساعات دولت بتوع بالليل، هم دولت اللي بيريكفروا وهم دولت اللي بيريحوا وهم دولت اللي بيساعدوا على بنيان الياف عضليه وهم دولت اللي بيساعدوا على فقد الوزن والكلام ده كله بالليل بالظبط، مش في وسط التمرين بالظبط. تاني اهم حاجه النيوتريشن بلان، نظام الحميه الغذائيه، نظام الاكل ونظام الشرب والكلام ده كله. انا في الحته دي عندي الموضوع سهل، احنا بس بنصعبه على نفسنا شويه. سهل ازاي؟ زي ما قلت بالظبط، ايت كلين، يعني ناكل اكل نظيف، تاكل اكل نظيف. من 2 ل 3 لازم يبقى فيه سناك او يبقى فيه وجبه. عندك حاجه في جسمك اسمها الميتابوليك ريت، جهاز الحرق، الميتابوليزم يضلها شغاله، لازم ياكل. ينفع اي موتور يدور من غير بنزين؟ ما ينفعش. هي دي فيها ديبيت شويه في موضوع السناكس دي، يعني في ناس بتقول اللي بيتبعوا الهرمونال ابروتش او النظام الهرموني، وفي ناس بيتبعوا النظام الكالوري، فبيقولوا ان لا لو كلنا كتير، يعني الناس اللي بتتبع الصيام المتقطع بيقولوا ان لو خدنا سناكس ده غلط، لان احنا طول الوقت بنعلي الانسولين بتاعنا، فبنشغل جسمنا وبنخلي الانسولين لما بيعلى بيخلينا نجوع، فبالعكس هناكل اكتر. بس لما نصوم
مش هنحس ان احنا جعانين طول الوقت زي ما بنعمل كده. بص يا عمر، انا مع اللايف ستايل اللي تقدر تعيش بيه. انا مش مع حاجه تقدر تعملها. انت عندك تارجت هتعمله في 3 4 اسابيع وخلاص ترجع نورمال لايف. الكلام اللي انت بتقوله ده انما الكلام اللي انا بقوله ده تعيش عليه. انا الكلام ده مش بيمثلني، انا بقول لك ان في وجهتين بينفع نظر. مش ما بينفعش بس الكلام ده مثلا هلبس بدله كمان اسبوعين ثلاثه يس اي كان دو ات، هلبس فستان ما اعرفش ايه فورمه الساحل مثلا فورمه الساحل يس اي كان دو، انما 12 شهر انا عايش على اللايف ستايل ده لا صعب. هو يعني اللي بتبنوا عايش عليه. وبعدين خلي بالك السناك دي تفاح او 10 حبات لوز اورنج جوس موزايه نص موزايه ده السناك اللي انا قصدي اقول ده. خلينا نرجع للاربع نصايح بتوعك دي. نيوتريشن بلان دي تاني حاجه. تاني حاجه تالت اهم حاجه ان المدرب المفروض الكواليفايد او الراجل اللي معاه شهاداته او الكلام ده كله يبتدي كاستمايز او يبتدي يعمل بروجرام يفصل حسب الشخص نافع للشخص اللي قدامي اللي هو عباره عن كارديو فاسكولار بشتغل فيتنس عادي وبقوي عضله القلب اللي هو الكارديو اللي هو الحاجات اللي مش حديد اللي هي الحاجات البدنيه التمرينات البدنيه بالظبط كده والحديد ويبتدي يعمل برنامج نافع للكيس دي او للحاله اللي جايه. رابع اهم حاجه الفيتامينز والمكملات الغذائيه. اوكي انا مش ضد المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه زي ايه مثلا؟ زي البروتين والكلام ده كله ما عنديش مشاكل بس الحاجات اللي ما فيهاش طبعا فيهم بقى سكر او ما فيهاش حاجات صناعيه كتير فيها في اشياء معينه الفورميلا لازم اعين. بص هو رابع حاجه يعني كل حاجه بيبقى فيها سنه كده ان انا ممكن ازود من عندي بس انا حتى الرابعه دي انا لو فيتامينز انا مفروض اشوف اللي قدامي هو ناقصه ايه. يعمل فحوصات دم يعرف فيتامين دي ناقصه ايه نديهوله. يعني هو مثلا ما عندوش انرجي في التمرين فالانرجي دي المفروض ان انا اشوف ايه اللي ممكن يظبطها في النيوتريشن بلان ونعملها. لو ما كانش نبتدي ندي فيتامينز او نبتدي ندي سبلمنتس. عنده مثلا الكوتش كمان بيدي فيتامينز ولا الدكتور؟ لا دكتور طبعا دكتور طبعا لازم نوضح ده طبعا. مثلا عنده مثلا بروتين انتيك بتاعه قليل ما بياخدش نسبه البروتين اللي هو محتاجها علشان يساعد على بنيان الياف عضليه. ببتدي اديله اكل اعليله الاكل ولو هو مش قادر علشان هي ليها حسبه. انت جسمك وزن جسمك بالكيلو جرام بتضربه في 2.2 بيساوي وزنك بالال بي اس بالرطل. هو ده البروتين انتيك اللي انت محتاجه في اليوم عشان تساعد على بنيان الياف عضليه. لو ما عرفتش تجيبه من الاكل ساعتها بنبتدي ندخل 1 سكوب او 2 سكوبس بروتين شيك. بالظبط. فانت ناقصك ايه علشان نعمله؟ بس ده اهم حاجه. وكمان الفيتامينات مهمه جدا لان في مثلا يعني لما كنت بحاول اخس الفتره اللي فاتت كان باخد فيتامين دي لان طلع عندي فيتامين دي ديفيشنسي او نقص في الفيتامين دي. فده بيساعدني كمان ان انا اولا لما بيعلى وبيبقى في مستوى كويس بيخليك نشيط اكتر لان طبعا. من غير فيتامين دي لو ناقص عندكم في ناس كتير جدا بنعاني رغم ان احنا عايشين في بلد افريقيه وفي شمس بس مش كلنا بنعاني من نقص امتصاص فيتامين دي بالظبط. فيعني حلو جدا ان انتوا تروحوا كمان تكشفوا ايه الفيتامينات اللي ناقصاكم لانها تفرق جدا في حياتكم. في ناس كتير بتبقى طول الوقت همدانه وقاعده عامله كده ومش مركزه وكمان ما بتعرفش تخس. يعني اللي عرفته في ناس عمر من الناحيه الثانيه كمان مدربين بيدوا باكج يعني خد كل الفيتامينات يعني دي. انت جسمك خد زنك خد فيتامين دي خد فيتامين اي بس ده غلط لان في فيتامينات غلط ممكن تتسمم من فيتامين دي كتير. انا مش محتاج يعني انا لو انا جسمي مش محتاج وباخده ناتشرال من الاكل والشرب والشمس والكلام ده كله طب اشوف ايه اللي بيمتص بسهوله.